في حال انك تابعت فيلم فورست جامب الشهير والغني عن التعريف، اكيد انك تعرف مشهد خطاب فورست جامب بعد ما رجع من حرب فيتنام. لما بدا يتكلم احد القادة العسكريين راح وفصل سلك الميكروفون، لانه عارف انه فورست جامب انسان صريح جدا بقدر ما كان عقله غريب جدا. طبعا في هذاك المشهد فورست جامب ما كان يدري ان المايك مقفل، فاستمر في الكلام وقال خطابه كامل بالرغم من انه خطابه قصير، ولكن للاسف كثير من الناس ما يدرون وش كان يقول فورست جامب وقتها. ولا الحضور سمعوا فورست جامب وش كان يقول، ولا الجمهور اللي هم احنا عرفنا وش كان يقول فورست جامب. شكاشي من باب اشباع الفضول قلت يا عمي خليني ابحث لعلي اجد اجابه لايش قال فورست جامب وقت انفصال الميكروفون، لانه شخصيه مره مثيره للاهتمام. وبالفعل لقيت اجابه وايش كان النص اللي قاله فورست جامب لما المايك انفصل. قبل ما نتكلم عن ايش قال فورست جامب وقت ما كان المايك مفصول، لازم نتكلم عن حاجه مهمه. كلنا عارفين الفوضى اللي عملتها امريكا في فيتنام والحرب الطويله اللي اقحموا نفسهم فيها بصعوبة خرجوا منها. وقتها كان الشعب الأمريكي في ضجر وهم ونكد من هذه الحرب، اللي راح أبوه واللي راح زوجها واللي راح أخوها واللي راح ولدها، وبعضهم رجع وبعضهم ما رجع. في النهاية يا جماعة احنا نتكلم عن حرب ما نتكلم عن حفلة شاي، بالرغم من انه حفلة الشاي في ون بيس وضعها مختلف شوية. فلذلك أمريكا كانت تحاول تخفف من هذا العبء وتخفي أخبار المصايب اللي عملتها في فيتنام، والمشهد هذا كان يوضح مدى يأس أمريكا في إخفاء حقائق حرب فيتنام. عموما يا جماعة نرجع الآن لنقطة ايش قال فورست جامب وقت ما كان المايك مفصول، والكلام هذا جبناه من فم توم هانكس مباشرة، يعني مش من الكيس. فورست جامب قال وقت ما كان المايك مفصول يا جماعة في حرب فيتنام أحيانا كان المحاربين يرجعون لأمهاتهم وأهلهم من دون أقدام أو من دون أطراف، يعني أطرافهم مقطعة، وأحيانا كذلك ما يرجعون لأمهاتهم وأهلهم نهائيا. كلام مميز وغريب ولطيف جدا من شخصية غريبة ومميزة مثل فورست جامب. المهم يا جماعة هذه المعلومة جبتها لكم، دائما أضبطكم كذا بمعلومات ما حد يعرفها. فلو ما تابعت فيلم فورست جامب أحب أقول لك روح تابعه، ولو تابعته زمان عيد متابعته، راح تكتشف إنك ما تابعته كويس المرة الأولى. صدقني أنا تابعته 3 مرات وفي كل مرة أكتشف إنه المتابعة الثانية تصير أفضل من الأولى. اهلا وسهلا عزيزي الوجيه، اسفرت ونورت من يوم شعشع هلالك، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. حياكم الله في اخبار هذا الاسبوع من سلسله شخبار هوليوود. ولاني مقدر ومستوعب مدى اهميه وقتك عزيزي الوجيه، ما راح اطول عليك في المقدمه كالعاده، فلذلك اشترك في القناه لو ما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات على طريقك، وتقدر تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي وقناه الالعاب والقناه الترفيهيه. كل هذه الحاجات راح تلاقيها في صندوق الوصف. ولو اعجبك الفيديو وحاب تدعم القناه زر اللايك بيكون حاجه مره كويسه. غير كذا يلا بينا نبدا. فيلم أنت مان أند ذا واسب كوانتومينيا أكيد معظمكم يعرف أنه نزل في صالات السينما قبل كم يوم، وأكيد كمان جزء منكم تابعه وجزء لسه ما تابعه. أنا تابعت الفيلم في السينما واستمتعت فيه إلى حد جيد، ولكن الفيلم للأسف ما وصل لتطلعاتي أبدا ولا الشيء اللي كنت متوقعه أصلا. أوكي قصة ممتازة ورسمت ملامح وخريطة جيدة لتوجه عالم مارفل، ولكن سيناريو الفيلم كان جدا كسول وفيه أشياء مرة سلبية، والكوميديا تبع مارفل يا جماعة للأسف بدأت تصير مبتذلة وغير ممتعة بشكل كبير. عموما الفيلم قدر يجمع الى وقت تصوير هذا الفيديو حوالي 100 مليون دولار امريكي، واللي يعتبر رقم متوقع جدا لفيلم مره مهم زي افلام مارفل. ولكن يا جماعه خلوني اكون صريح معاكم، انا بديت اخاف على عالم مارفل. ما اعرف هل ثقتهم الزايده في الجمهور خلتهم كذا، ولا فعلا مارفل بدت تركز على الفلوس وتنسى جوده القصص. فيلم انت مان كان من المفترض يكون واحد من اهم افلام المرحله الجديده، وللاسف كان فيلم جدا عادي وربما وصفه البعض بانه سيء. عموما اذا تابعت الفيلم عزيز الوجيه اكتب لي رايك في التعليقات. 9 أشهر يا جماعه تفصلنا عن موعد نزول الجزء الثاني من فيلم دون. انا عارف 9 شهور ما هي قليله والخبر هذا يعتبر مبكر، بس حط ببالك قبل فتره قلت لكم انه الفيلم باقي له سنه ونص. اهو عزيزي الوجيه الايام عدت وبقى بس 9 شهور، وفي حال انك تحب الخيال العلمي والغموض والديستوبيا فيلم دون الجزء الاول لا يفوتك، تابعه واذا اعجبك يصير بعد 9 شهور تيجي تشوف معنا الجزء الثاني ان شاء الله في السينما. وكمان يا جماعه بعد 9 شهور راح يكون موعدنا مع سلسله الافلام الجديده والمشتقه من عالم The Hunger Games الشهيرة، واللي راح تكون بعنوان The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes. وعلى نفس المنوال يا جماعة في حال انكم ما تابعتوا سلسلة Hunger Games القديمة، بالرغم من انها ما راح تكون مرتبطة بشكل كبير في السلسلة الجديدة، الا اني احب اقول لكم تابعوها واوصي بمتابعتها جدا، لانها حاجة مرة مميزة وتجربة مختلفة وسوداوية يا لطيف. شهرين فقط يا جماعة تفصلنا عن عرض فيلم سوبر ماريو المنتظر، واللي كثير من جمهور اللعبة متشوقين له اكثر من اي شيء ثاني. جدير بالذكر يا جماعة انه الفيلم تم الاعلان عن انه مدته راح تكون حوالي ساعة ونصف فقط، كافية
مش كافية، قليلة ولا كثيرة، هذا مش موضوعنا، ولكن شدوا حزمتكم نشوف الفيلم إن شاء الله في شهر إبريل مرة قريب. صرح الممثل مايكل بي جوردن تصريح مرة رهيب يا جماعة، يقول إنه أحد المشاهد القتالية في فيلم كريد القادم بعد فترة تم اقتباسها من أحد أشهر أعمال الأنمي القتالية والرياضية. تقدر تخمن إيش الأنمي؟ يب عليك نور، هاجيمينو إيبو. هاجيمينو إيبو مايكل بي جوردن اقتبس بعض المشاهد القتالية في فيلم كريد الجزء الثالث من أنمي هاجيمينو إيبو. لا وكمان يقول إنه اقتبس بعض المشاهد القتالية من ناروتو وماي هيرو أكاديميا. أخس عليك يا مايكل بي جوردن، تتابع أنمي من ورانا؟ سيّل علينا في البث وشوف ون بيس معانا بالمرة لعلك تقتبس منه مليان قتالات راح تطربك. وفي خبر سيء انتشر قبل كم يوم يا جماعة، الممثل بروس ويلس للأسف الشديد تم تشخيصه بمرض الخرف الجبهي الصدعي. إن شاء الله أني قاعد أنطق اسمه صح. هو أصلاً قبل فترة يا جماعة طويلة أهله قالوا إنه تعبان وإنه ما راح يقدر يمثل ويرجع لعالم الشهرة غالباً، ولكن الخبر اللي قبل كم يوم نزل للأسف أنهى النقاش تماماً، لأنه بشكل رسمي ما راح نشوف بروس ويلس مستقبلاً، لأنه المرض هذا يسبب اضطرابات حركية مثل الرعاش والتصلب وصعوبات المشي والحركة، فضلاً عن مشاكل النطق والكلام غير المشاكل السلوكية اللي ممكن تواجه المريض. كل اللي نقدر نقوله ألف سلام عليك أستاذ بروس، لأنه الخبر هذا مرة جداً مؤثر ومؤسف صراحة، الواحد ما يعرف ايش يقول. أوكي يا جماعة، فيلم فانتاستيك فور اللي راح يصدر سنة 2025 من فترة طويلة نتكلم عنه، ولكن للآن ما تم الإعلان عن أبطال الفيلم ولا نعرف تفاصيل كثيرة عنه إلى الآن، ولكن الخبر الحلو لعشاق هذه السلسلة هو أنه خلال هذا الشهر مارفل راح تبدأ في توظيف أبطال الفيلم بشكل نهائي، معناته احتمال هذا الشهر أو اللي بعده راح نعرف مين هم أبطال هذا الفيلم. أنا متشوق جدا أني أعرف مين راح يمثلون، لأنه سلسلة أفلام فانتاستيك فور سلسلة جدا مثيرة للاهتمام، بغض النظر عن الأفلام القديمة نجحت ولا فشلت، قصة السلسلة أبطال السلسلة مرة حاجة مثيرة للاهتمام، وأتمنى أنه مارفل تركز عليها وما تعاملها فقط معاملة تجارية زي آخر كم فيلم يعني. نزل إعلان جديد ونهائي لفيلم جون ويك الرابع، تقدرون تتابعون على اليوتيوب لو تحبون، مع أني أنصح أنه كفاية حرق على أنفسكم يا جماعة، الفيلم خلاص ما عاد بقي عليه لتقريبا شهر ونشوفه في صالات السينما، ولكن يب في تريلر جديد نزل على اليوتيوب لجون ويك الجزء الرابع تقدرون تشوفونه لو حابين. دايم يا جماعة، فيلم الأنيميشن بوس إن بوتس قفل 400 مليون دولار، وتقولوا لي لا يا وجيه ما يصلح نفتح استوديو انتاج، يا ابويا خلونا نسوي افلام حتى لو انيميشن فلوس. مش بس كده يا جماعه، الفيلم جاب تقييمات جدا عاليه وردود افعال جدا رهيبه من الجمهور. تبغاني اطمنك؟ الفيلم متوفر بجودات عاليه على الانترنت، يلا روح تابعه لو انت من عشاق السلسله. وبالحديث عن افلام الانيميشن، فاكرين سلسله افلام هاو تو ترين يور دراجون؟ ياب اكيد اغلبكم يعرفها ومعظمكم تابعها. المهم يا جماعه، احب اقول لكم ان راح يتم انتاج فيلم حي لهذه السلسله، ولما اقول لكم فيلم حي معناته فيلم حقيقي مش انيميشن، وقبل فتره قصيره بداوا في تجارب اداء الممثلين وتوظيف ابطال هذا الفيلم. الفيلم يا جماعه غالبا بيكون ضخم انتاجيا لانه كله تنانين ومؤثرات بصريه زي ما انتم عارفين، فخطوه زي كذا حيندفع عليها فلوس مره كثيره الا لو ناويين يعملوا حاجه رخيصه وتجاريه. عموما من المتوقع عرض الفيلم سنه 2025 ان الله اعطانا عمر. هيا تعالوا خليني احكي لك عن واحد من اهم الاخبار لهذا الاسبوع واللي راح يصدم عيشتك صدمتين مثل ما صدمني. اول حاجه، تعرفون فيلم اي ام ليجند؟ يا سلام، واحد من اروع افلام نهايات العالم والزومبي وما الى ذلك. ما تابعته؟ عيب عليك، روح تابعه. المهم الناس اللي تابعوا الفيلم، تنبيه حرق يا اخوان، اللي ما تابعوا الفيلم افقعوا ولا قدموا الخبر وروحوا للي بعده. الناس اللي تابعوا الفيلم فاكرين نهايه الفيلم؟ أذكركم فيها، ويل سميث يفجر نفسه علشان يحمي البنت والولد الصغير اللي معاها، حلو، وقبل ما يفجر نفسه خباهم داخل خزانه واعطاهم اللقاح اللي مفروض يعالج هذا المرض وينهي هذا الوباء. في حال انك فاكر يا سلام عليك، وفي حال انك مش فاكر اهو ذكرتك، او روح تابع الفيلم مره ثانيه مو غلط ترى. هي تعالوا خليني اصدمك بالصدمه الاولى. اول شيء يا جماعه، الفيلم اي ام ليجند راح يكون فيه منه جزء ثاني، يب خبر مرة حلو يجنن. بس ايش الغريب؟ الغريب انه ويل سميث راح يشارك في هذا الفيلم. لا 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 لا، كيف كذا يا وجيه؟ ما هو مات في نهاية الفيلم. يا سلام، هنا يجي دور الصدمة الثانية واللي 90% من البشر ما كانوا يعرفوها، يمكن 99% من البشر كمان. تخيلوا يا جماعة، فيلم اي ام ليجند الجزء الاول كان له نهايتين مختلفة، النهاية المعروفة واللي معظمنا يعرفها اللي فجر ويل سميث نفسه فيها ومات، وبعدها البنت والطفل اللي معاها هربوا راحوا
مخيم لاجئين أو منطقة محمية وما إلى ذلك. الغريب إيش؟ إنه في نهاية ثانية وعرضت في بعض صالات السينما آنذاك، نهاية مختلفة تماماً وتركت باب عودة لجزء ثاني مرة كبير، وقليل ناس اللي شافوا هذه النهاية. أنا بلخص لكم النهاية هذه على السريع وتقدرون تشوفونها بعدين على اليوتيوب. ويل سميث في نهاية الفيلم بدل ما يفجر نفسه، لا، يتواصل مع الوحوش هذولي بطريقة ما ويسلمهم البنت المتحولة اللي خطفها علشان يعالجها ويأخذونها المخلوقات ويروحون ويتركونه بسلام. What؟ اي والله زي ما بقول لك كده. الغريب انه المشهد هذا موجود على اليوتيوب من 8 سنوات وللحين في ناس كثير ما يعرفون عن النهاية البديلة هذه. انا شخصيا ما عرفت الا لما قرات الخبر. عموما يا جماعه، الجزء الثاني الفيلم اي ام ليجند راح يعتمد النهايه الثانيه هذه اللي ما حد يعرفها وبيكمل عليها بحيث يكون ويل سميث موجود في الفيلم. والغريب كمان انه الفيلم الجديد راح تدور احداثه بعد 20 سنه من احداث الجزء الاول، ولكن بعد الخبر هذا انقسم الجمهور الى قسمين كالعاده. قسم يقول انه نهايه الفيلم الاصليه افضل، وقسم ثاني يقول ان النهايه البديله افضل. وفي حال اصابك الفضول ابحث عن الفيديو، موجود على اليوتيوب وبجوده عاليه، وغالبا راح تتفاجئ إنه النهاية اللي وصفتها لكم النهاية البديلة مرة غريبة وأعطت بعد مختلف جدا للقصة. لو كمان مش بس كده، الممثل مايكل بي جوردن راح يشارك في بطولة الفيلم مع ويل سميث. حلو قوي، ننتظر ونشوف. نزل إعلان جديد لفيلم ديزني المنتظر The Little Mermaid أو حورية البحر اللي كنا نتابعها وإحنا أطفال. الفيلم زي ما أنتم عارفين كان أنيميشن نزل زمان، والحين حولوه ديزني إلى فيلم حي في خطتهم الجديدة لتحويل أفلام الأنيميشن إلى أفلام حية. المشكلة إيش؟ إنك تروح تشوف التريلر البسيط للفيلم، يعني اوكي يجي منه ما في تفاصيل كثيره، ولكن كثير من الجمهور زعلانين بسبب اختيار الممثل اولا، مناسبه ولا مش مناسبه من هذا الكلام، وفي سبب ثاني الناس قاعدين يطقطقوا عليه انا مش عارف. انا ابغاك تدخل على تريلر الفيلم في اليوتيوب وانزل واقرا التعليقات. التعليقات فوضى واستهبال ما بعده استهبال. كيف بدت موجه الاستهبال هذه؟ انا مش فاهم، ولكن لو لغتك الانجليزيه كويسه روح واقرا التعليقات واقعد يضحك. حاجه مره غريبه ومن عجائب اليوتيوب. فاكرين سلسله افلام هيل بوي؟ ياب، سلسله قديمه ولها قاعدة جماهيرية جدا ضخمة حول العالم. أحب أقول لكم أنه جاري إنتاج عمل جديد لهذه السلسلة، وللآن ما في أي معلومات كثيرة عن هذا الفيلم الجديد، ولكن يبدو أن هوليوود إيش قررت تخوض تجربة جديدة في حلب سلاسل قديمة. ليش لا؟ الناس كلها جالسة تحلب، احلب مع الحالبين يا عم. وختاما يا جماعة، يتبقى أقل من 14 يوم على عودة البارت الأول من البارت الثاني من الموسم الأخير لهجوم العمالقة، أقل من 15 يوم على عودة محرر إلديا وفخرها إيرين ييغا، أقل من 15 يوم على عودة الدك، ويا عالم وش مخبي لنا الدك، أقل من 15 يوم ونشوف الحلقة الأولى من البارت الأول من البارت الثالث من الموسم الأخير لهجوم العمالقة، وراح تكون مدتها ساعة. هانت يا جماعة هانت، اربط أحزمتكم وكرسوا قلوبكم، ما بقي شيء. معلش تحمست شوية يا جماعة، سيبوني أتحمس مع أتاك أون تايتن كذا، في شعلة حماس لهذا الأنمي تصير كل مرة، سيبوني في حالي. يعطيكم العافية يا جماعة، لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الفيديو لو عجبكم اشتركوا في القناة لو ما كنتوا مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وكمان قناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية، كلهم موجودين في صندوق الوصف. كان معاكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.